الحقيقه اللي عمل الفيديو اللي فات ده جميل جدا، لانه جايب السيكونس الاعراض ثم الانفستيجيشن ثم التريتمنت، قد يكون جراحي وقد يكون لا لا. برافو يعني اللي عمل ازاي عمل السيكونس، يعني اتعلم مننا كويس. القلب هذا العضو الرائع جدا، القلب طبعا هو الاكثر زي ما بيقولوا شعبيه ودراماتيكيه في السينما، يعني حتى اتعملت عليه افلام كتيره قديمه وجديده وهو مصر وبره مصر. في مصر طبعا لفتره طويله جدا كان اي قلبي والماسكه الشهيره لفنانين كتير قوي، الاستاذ حسين رياض، الاستاذ فريد شوقي. يعني الاستاذ فريد شوقي اكتر واحد عمل الحركه دي، الله يرحمه حسين، كان راجل عظيم. خلينا نبص لازاي القلب، القلب مش بس شرايين وعضله، القلب كمان صمامات. على فكره الصمامات ناس ما بتعرفش عنها كتير، يعني القلب بيشتغل اولا لازم تعرفوا ان القلب نصين، نص شمال ونص يمين، ليفت سايد ورايت سايد. وطبعا عارفين كلكم من زمان قوي ان الناحيه اليمين في القلب بيوصل لها دم غير مؤكسج، وبيطلع الدم ده يروح للرئه فيتاكسد ويعود للناحيه الشمال. المرور القلبي، المرور الدم لازم يمر في اربع حجرات، عندنا اتنين اذين واتنين بطين، وفي صمامات ما بين الاذينات من الاذينين والبطينين، وما بين البطينين والشرايين الكبرى اللي هي الاورطة من الناحية الشمال والبلمونري او الشريان الرئوي من الناحية اليمين. الصمامات دي ليها فايدة مهمة، الصمامات دي ابواب هنتكلم عليها النهاردة بالتفصيل. ابواب ديت مهمة جدا انها بتسمح بمرور الدم في اتجاهات محددة، تقفل في وقت وتفتح في وقت. القلب بيضرب من 60 ل 100 بير مينتس، هو طبعا على فكره المفروض ان هو من 60 ل 90، لو طلب الطب اتفرجوا عليا دلوقتي اقول لهم من 60 ل 90 عشان اقول ان القلب سرعته زادت لازم يزيد عن 100. بعد من 90 ل 100 انا بقول لك لطلبه الطب تقول لهم كده باي ديفينيشن ات از تاكي كارديا نوت كلينيكال امبروفد، ده لطلبه الطب. لكن ليك انت كمشاهد لازم تفهم ان القلب بيمشي كمان في منظومه كهربائيه جباره، منظومة كهرباء عجيبة جدا جدا بتمشي من منظم القلب إلى ناقل الكهربي اللي هو اللي بيسموه الإيفي نود ثم الإيفي باندل والإيفي باندل برانج البركنجي فايبر. ده الكلام يفهمني بقى إن القلب ده منظومة عضلية، منظومة صمامية، منظومة شريانية، منظومة كهربية. يخرب عقلك، ده منظومة، ده مجتمع، مجتمع. القلب ده عامل زي مدينة سكنية فيها كهرباء، فيها ممرات شوارع ونظام مروري، فيها قوة قابضة على الأوعية الدموية، فيها حمايات. قلب ده منظومة مهمة، لكن تعالوا نشوف الصمامات من قرب. والنهاردة موضوع في منتهى المتعة جدا، لأنه بلا شك حوار القلب غائب عن الثقافة الطبية، لكن النهاردة نحظى بمتعة الاستماع إلى هذا الشرح القلبي التفصيلي من اسم كبير وواحد من سوبر ستارز هذا المجال، اسمه متميز للغاية وأسلوب علمي دقيق أكاديمي محترف إلى أقصى درجة تسمعوه من ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور ياسر صادق. دايما ضيق الصمام الرئوي أو ارتجاع الصمام الرئوي هو مرتبط أكتر نسبة كبيرة جدا بعيب خلق. القلب ده عامل زي مدينة سكنية، بدون القلب مفيش أي عضو من دول هيتم وظيفته بأي وجه. الصمام الأورطي ضيقه دايما بيجي في كبار السن. ازاي نشخص مشاكل الصمام؟ ايه الطرق التشخيصية؟ دلوقتي في طرق بديلة غير القلب المفتوح ممكن تخلي علاج الصمام سهل وتخلي الناس كلها تدور على هذا الحل. مش كل صمام محتاج علاج، في مرحلة بسيطة، مرحلة متوسطة، مرحلة شديدة. لما نجحت القسطرة في علاج الصمام الأورطي دخلتوا على الصمام المكتب. احنا أرخص بلد في العالم بتعمل العملية دي، في مصر
بنعمل العملية دي بتتم بصورة ناجحة جدا. الدكتور ياسر أحمد صادق، دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس، مدرس أمراض القلب بكلية الطب، عضو كلية القلب الأمريكية والأوروبية، خبير علاج صمامات القلب بالقسطرة. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور ياسر صادق، صاحب دكتوراه امراض القلب والاوعيه الدمويه، استشاري القلب بكليه الطب جامعه عين شمس، مدرس امراض القلب بكليه الطب، عضو كليه القلب الامريكيه والاوروبيه، خبير علاج صمامات القلب بالقسطرة. الاسم الكبير، اهلا بيك يا دكتور ياسر. اهلا بيك دكتور، منورني. منورك. هل القلب بالفعل زي ما انا قلت مدينه متكامله؟ طبعا. حضرتك يعني شرحت شرح وافي جدا لطريقه عمل القلب، انه بيوصل له دم غير مؤكسج في الناحيه اليمين، ثم يذهب الى الرئه يحمل بالاكسجين، وبعد كده يروح للناحيه اليسرى من القلب، وفي الناحيه اليسرى بيروح دم مؤكسج، والدم المؤكسج ده بيخرج من عبر بوابه الصمام الاورطي عشان بقى يشوف النور زي ما بيقول كده، يروح بقى للمخ وللكلى وللكبد. فهو الحقيقه بنقول عليه الدينامو، هو المايسترو بتاع الجسم. بدون القلب مفيش اي عضو من دول هيتم وظيفته على باي وجه يعني. عايز اتكلم على الجزء الغائب عن اذهان الناس، بس الاول اشوف الفهرس، مين الامراض اللي بتصيب القلب؟ كفهرس الامراض اللي بتصيب القلب، احنا عندنا ثلاث امراض رئيسيه وشويه فروع. الرئيسيه هو الشرايين التاجيه طبعا، ودي قلناها قبل كده في حلقات سابقه، او صمامات القلب جوه، خش القلب جوه. انا عندي كذا صمام، عندي صمام الميترالي، هم اربعه صمام الميترالي. هذا الصمام هو بوابه العبور من الاذين الايسر للبطين الايسر. وعندي الصمام الاورطي، الصمام الاورطي ده اللي هو بوابه العروج الخروج من البطين الايسر لبقيه الجسم كله. وفي الناحيه اليمين عندي صمام ثلاثي الشرفات، اللي هو من البطين الايمن من الاذين الايمن للبطين الايمن، وبعد كده بوابه العبور برضه للدم عشان يروح الرئه عبر الصمام الرئوي. الناس مصممه تفكرنا بالذبحه الصدريه بتاعت الحلقه. انت قلت الذبحه الصدريه فراحوا ايه؟ قالك والنبي دي الذبحه الصدريه، ده قصر الشريان التاجي. بالظبط، ده برضه في الشرايين التاجيه للقلب. احنا قلنا بيتم ازاي، ده مرض بيصيب الشرايين التاجيه اللي راح تغذي عضله القلب عشان تقوم بوظيفتها، اللي هو من ضمنها صمامات القلب. صمام الاورطي ضيقه دايما بيجي في كبار السن، الا لو في حاله بنقول عليها عيب خلقي، ان هو مولود كده انه عنده ضيق في الصمام الاورطي. لكن الصمام الاورطي هو معروف بنقول عليه كده مرض كبار السن، بيجي نتيجه تقدم العمر والتصلب الشرايين، ومن ضمن الصمام الاورطي يحصل له كده. او يبقى عندي ارتجاع في الصمام الميترالي او الصمام الاورطي، وده ممكن يجي في اي فئه عمريه، او عندي دي في صمام ثلاثي الشرفات، ودي حاله نادره انه يجي لوحده كده، لكن يجي مصاحب لمرض تاني في الصمام الميترالي او في الصمام الرئوي. دايما ضيق الصمام الرئوي او ارتجاع الصمام الرئوي هو مرتبط اكتر بنسبه كبيره جدا بعيب خلقي، انه يبقى عندي دي في الصمام الاورطي. انا عايز الرئوي، انا اسف، الرئوي. عايز اروح لجلوبالي كده عامه، ايه الاعراض اللي ممكن تصيب الانسان فيقول او يشك انه عنده مشكله في الصمام، حتى بدون تعيين، اعراض عامه، لانه لو احنا مشينا ورا كل صمام هنقعد كتير. بالظبط. الاعراض العامه للصمامات هي الحقيقه تقريبا كلها واحده. اول حاجه نهجان، وهذا النهجان بيزيد مع المجهود، او عدم الراحه في النوم بالليل. المريض كان بينام عادي خالص، ابتدى يقول انا نفسي بيتكرش، فانا محتاج انام على مخدتين وثلاثه. او يبتدي يحصل تورم في الرجل او في منطقه البطن، بسبب انه الصمامات ابتدت تضعف عضله القلب. الحقيقه لو حصل نهجان ما كانش موجود قبل كده، ابتدى يحصل بنقول نيو انست، يعني حاجه جديده، انا كنت عادي عايش حياتي طبيعي، ابتدى عندي نهجان. هذا النهجان مع المجهود، هذا النهجان بيجي لي بالليل وانا نايم وبيقوم نفسي كرش، ساعتها لازم اتوجه لاقرب طبيب قلب، ولازم اعمل موجات صوتيه في مكان كويس جدا عشان اكشف عن صمامات القلب وهل هي فيها مشكله او لا. زي ما احنا شايفين، هو طبعا كلها انتوا جايبين الالم كذا مره، مش حد يعرف يجيب النهجان،
يعني ملوش صوره بالظبط. وكمان الصمام الاورطي، والحقيقه الصوره دي مرتبطه بالصمام الاورطي ده راجل كبير في السن، لان الصمام الاورطي ممكن يجي في صوره نهجان، ممكن يجي في صوره اغماءات متكرره في كبار السن، او يجي في صوره الم في الصدر زي الم الذبحه الصدريه بالظبط. وده هو المقصود من الصوره دي في الصمام الاورطي. ممكن يحصل اغماء ودوخه، ممكن يحصل اغماء ودوخه بالذات في ضيق الصمام. ضيق الصمام مفيش دم معدي كويس، فمفيش دم معدي كويس، فبالتالي مفيش دم رايح للمخ كويس، مفيش دم رايح للكلى كويس، فممكن المريض يجي لي بمشاكل في الكلى، ممكن يجي لي بمشاكل في الهضم، ممكن يجي لي مشاكل في انه بيحصل له اغماءات او عدم التركيز في كبار السن. ممكن حد يروح المخ واعصاب ويقول له انا تركيزي قل جدا وبنسى وحاجات زي كده، ويكون السبب انه عنده ضيق في الصمام الاورطي، لانه ضيق الصمام الاورطي ممكن يفضل سنتين ثلاثه بدون اعراض خالص. وبعد كده تبتدي الاعراض باعراض بسيطه، نسيان، بتوه، فده قله تركيز بسبب ان الدم المؤكسجين اللي رايح للمخ قليل. في ممكن يحس بضربات قلبه او غير يكون يحس لا مش مظبوطه مش ممكن منتظم. دول 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 كمان اكتر جدا في مرضى الصمام الميترالي. ان يحصل له ذبذبه اذينيه، انه ده يبقى اول عرض عنده ان جاي له ذبذبه اذينيه. ذبذبه اذينيه بتحصل ليه؟ لانه الصمام ضيق او مرتجع، الصمام الميترالي بيكبر الاذين الايسر. اول ما الاذين الايسر يكبر يبتدي يحصل الذبذبه الاذينيه، ويبقى ساعتها عشان الذبذبه الاذينيه دي تعالج لازم اعالج الصمام الاول. عايز اروح بقى ل ازاي نشخص مشاكل الصمام، ايه الطرق التشخيصيه؟ حقيقه القاعده الذهبيه لتشخيص الصمام، لتشخيص اي مرض اي صمام، هو الموجات الصوتيه على القلب اللي هو الايكو. الموجات الصوتيه على القلب الايكو الحقيقه اذا ما كانتش كافيه، مريض تخين شويه، مريض عنده مشاكل تخليني الصوره مش واضحه، ساعتها بلجا للموجات الصوتيه عن طريق المريء. انه ابتدي اخش اشوف القلب عن قرب زي ما بيقولوا كده، اخش اشوف القلب عن قرب، ودي الحقيقه لازم دكتور قلب مختص هو اللي يقررها، مفيش حد يروح يعملها من نفسه. ده لو عندي شك في صمام مترالي، صمام الاورطي، في مشكله كبيره وانا محتاج احددها اكتر. خلاص عرفنا ان في مشكله في الصمامات، هنتعامل مع المشكله ازاي بقى؟ نتعالج مع المشكله ازاي؟ الحقيقه دايما انا اقول للمرضى بتوعي كده، مش كل صمام محتاج علاج. احنا عندنا الصمام ده جريدز، مراحل، في مرحله بسيطه، مرحله متوسطه، مرحله شديده. المرحله البسيطه والمرحله المتوسطه يكفي عليهم جدا العلاج والمتابعه بصوره دوريه كل 6 شهور او كل سنه. اول ما نتنقل للمرحله الشديده يبقى لازم علاج. هذا العلاج فضل لفتره طويله جدا اجراء عمليه قلب مفتوح، لكن دلوقتي في طرق بديله غير القلب المفتوح ممكن تخلي علاج الصمام سهل وتخلي الناس كلها تدور على هذا الحل. مثلا هنبدا باساليب يعني حضرتك تشوفها انها ما قبل الجراحه، في حالات تحتاج جراحه اكيد طبعا، لكن ايه الحاجات الانترفينشال ثيرابي؟ تمام. الانترفينشن ثيرابي للصمام الميترالي على سبيل المثال، وده وايد يوزد يعني بقاله كتير جدا في مصر، هو توسيع الصمام بالبالونه. توسيع الصمام الميترالي بالبالونه دي عمليه سهله جدا، بتتم زي ما قلنا ان دول مرضى بيبقوا صغيرين في السن. ده بالظبط البالونه وهي بتوسع الصمام الميترالي، بنخش من الوريد والوريد الفخذي برضو ونبتدي نوسع الصمام. والحقيقه لما الصمام يكون بيتوسع والنتيجه بتبقى كويسه، ممكن يفضل طول عمره ما يعانيش من حاجة تانية، أو على الأقل ممكن تخليه من 10-15 سنة خالي من أي أعراض. ده بالنسبة لتوسيع الصمام الميترالي عن طريق الأسطر. حقيقة في طبعا بعض الصمامات لا يصلح لها، الصمام الميترالي لا يصلح له إجراء بالونة، ساعتها بنوجهه لإجراء عملية قلب مفتوح. ده الأسلوب الأول في التعامل مع ده الأسلوب الأول. في أساليب حديثة دلوقتي دخلت، إيه الأساليب الحديثة دلوقتي؟ العالم كله بيحاول يقلل اجراء عمليات القلب المفتوح عشان دي عمليه كبيره جدا، وفتح قلب ووضع القلب على ماكينه قلب صناعي وما يتبعها من اقامه بالرعايه ومكوز بالمستشفى كل الكلام ده. لكن الحقيقه دلوقتي بقى في طرق اسهل. الطرق دي هي تغيير الصمام كله عن طريق الأسطرة. تغيير الصمام الاورطي عن طريق الأسطرة بدا في العالم سنه 2002.
ده اللي بدأنا بيه. كانت الفكرة جت من كده، المريضة تبلغ من العمر 92 سنة والحقيقة تم بنجاح جدا، وكانت عملية معقدة جدا، دلوقتي بقت عملية بسيطة بتتم عن طريق الشريان الفخذي وبنغير الصمام الأورطي. الصمام الأورطي خلى كل الناس تفكر طب ليه مش بقيت الصمام يتعمل فيها كده. فابتدى يبقى فيه تغيير للصمام الميترالي عن طريق الأسطرة، ابتدى الصمام الثلاثي الشرفات يتغير عن طريق الأسطرة، والصمام الرئوي كمان بيتغير عن طريق الأسطرة. الحقيقة لما طلع الصمام الأورطي يتغير بطريقة أسطرة كلكم يعني فرحته جدا، وكانت صيحة عالمية رهيبة يعني. كانت صيحة عالمية، لأنه زي ما قلت لحضرتك هو بيصيب مرضى كبار السن اللي كان بيبقى عندهم مشاكل كبيرة جدا في إجراء عملية القلب المفتوح. حقيقة الصمام الأورطي بيتم دلوقتي، احنا دايما بنعمله للمرضى فوق 70 سنة، بيقعد في المستشفى يوم أو يومين بكتير ويبتدي يروح يمارس حياته بشكل طبيعي جدا. ده شكل الصمام الأورطي وطريقة عمله بعد ما حصل له بقى سكليروزس، بعد ما حصل له تأكل بالضبط. وازاي وده طريقة لتغيير الصمام الأورطي عن طريق الأسطرة من خلال الشريان الفخذي، وده شكل يعني يوضح ازاي الصمام هيبتدي يشتغل في القلب بعد تركيبه بالأسطرة. هو بيقارن بين الاثنين بقى، بين القسطرة وبين عملية القلب المفتوح، بين عملية القلب المفتوح. زي ما حضرتك شايف بنخش من الشريان الفخذي بمدخل، هذا المدخل يوصل في الشريان الحقوفي وبعد كده يوصل للشريان الأورطي، وبعد ما نوصل للشريان الأورطي نوصل للصمام الأورطي وبنعدي بنسلك من خلال الفتحة البسيطة لأن الصمام بيبقى متضيق جدا، ونبتدي نعمل ساعتها يا إما نحط أو نركب الصمام بطريقة مباشرة أو نعمل بالونة الأول. هنا الفيديو ده بيوضح ده بالونة الأول، دي بنوسع ببالونة عشان أقدر أعدي الصمام بعد كده. دي بالونة بتوسع الصمام الأورطي. العملية دي كانت بتدم زمان بمخدر كلي، دلوقتي بقى مخدر موضعي فقط لغير، والمريض صاحي تماما مفيش أي الصمام. وده الصمام بالظبط، ده زي الصمام بيركب على الأسطرة اللي أنا هحطها دلوقتي جوه المريض. وبعد كده زي ما حضرتك السلك عديناه من خلال الصمام الأورطي، وبعد كده ده طريقة وضع الصمام الأورطي في مكان الشريان الأورطي المتضيق، وبعد كده بنخرج السيستم كله بقى وكل حاجة بتخرج من العيان، يتبقى بس الصمام الأورطي ويبتدي هو يؤدي دور الصمام الطبيعي بصورة كويسة جدا. حقيقة يعني أثبت كفاءة، ومن 2002 لغاية النهاردة الصمام بيأدي بشكل كويس جدا وخصوصا في كبار السن. الحقيقة لما العملية كانت بسيطة السنة اللي فاتت خلاص العلاج ده بقى أبروفت كمان مش للمرضى كبار السن، كمان لمرضى ممكن ما يكونوش كبار السن ويكون مرضى بنسميهم عنده يعني بنسميهم انترميديت ريسك، اللي هو مش لازم تكون في متوسط الخطورة، متوسط الخطورة لإجراء جراح. مش لازم زي زمان يبقى شديد الخطورة لإجراء جراح. حتى متوسطين الخطورة دلوقتي أقدر أعمل لهم الصمام ده. فبقى منتشر، حابب نعمله كتير جدا في مصر دلوقتي. هو مشكلتنا في مصر بس إن طبعا تكلفته عالية شوية، لكن الحقيقة والحق يقال احنا ارخص طبعا بلد في العالم بتعمل العمليه دي، لا حتى من البلاد العربيه، من السعوديه ومن الامارات، من كل بلادي في مصر بنعمل العمليه دي وبتتم بصوره ناجحه جدا. تعال اوريكم صوره جميله، مش جميله يعني، صوره اعتقد التعليق بتاعك عليها هو اللي هيكون جميل. الصوره الاولانيه اللي هي السيجاره الالكترونيه، حاجه منتشره بين الشباب بيشوفوها انها نوع من يعني التناكة الشياكة تدل على انه معاه فلوس. يعني هو في الاخر انا شايفه انه هو شخص يعني بيعمل حاجة في صحته غلط كبيرة يعني. تمام، دي اكبر مشكله بتقابلني بقى انه المريض بعد ما اعمل له قسطره واقول له ما تدخنش يجي لي مره جايه وهو فرحان جدا ومعاه السيجاره الالكترونيه. الحقيقه انا السيجاره الالكترونيه اول ما نزلت كان طلع كلام كتير ان هي اقل ضررا من السيجاره العاديه، ولكن برضو تحذير من شهور قليله ان السيجاره الالكترونيه تمثل خطورتها في خطورتها زي السجاير بالظبط. الحقيقه ده هي خطر نفس اللي هتعمله السيجاره العاديه هي بتعمله.
أنا بس هلجأ لها إمتى؟ هلجأ لها لو عندي مريض هيفي سموكر مدخن شره بيشرب 3 و4 علب سجاير في اليوم، هبتدي أنصح له دي كحل مؤقت لمدة شهر أو شهرين عشان خاطر يقلع عن ال4 علب سجاير اللي هو بيدخنه، لكن بعد كده لازم يوقفهم. ودايما بيبقوا عايزين يسمعوا مني ان السجارة مش مضرة، لا هي مضرة مضرة جدا. تعال نشوف الصورة التانية المضرة جدا جدا، تعال نشوف صورة طبعا تجوع. لو انت جعان وشفت الصورة دي، على فكرة الصورة دي اعلانية، وده بيجيبوا لها خبراء عشان يعملوا الصورة دي يعملوها، ده بيجي خبير تصوير متخصص يعرف يصور الصورة دي بالشكل ده عشان يحطوها. وثبت علميا ان الصورة دي لما بتطلع بتجوع، يعني انا دلوقتي جوعت رغم ان انا شبعان. المشكلة كمان بقى جانك فود، جانك فود. والمشكلة كمان انه الامهات في البيت بيستسهلوا، وولادهم طول الوقت بيطلبوا اكل زي ده هما بيعملوه. تخيل بقى حضرتك بتعمل ايه من السن الصغير، من سن 8-9 سنين الاكل ده يفضل ملازم الاطفال دي لغايه سن الشباب، والشباب طول الوقت بره وعايزين ياكلوا اكل زي ده. ده الحقيقه بيبقى ليه افكت بيبان في 30 و40، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان مرضى الشرايين التاجيه بقوا صغار السن، وده احد اهم الاسباب على الاطلاق بعد التدخين. الجانك فود، لابد جانك فود ده بالكتير هو اكل حلو وطعمه حلو كل حاجه، لكن لو انسان صحيح كوليستيروله عادي ممكن ياكله مره في الشهر، لكن كل مرة كل يوم لا. ممكن يأكله بطريقة صحية أكتر، يعني بلاش يتعمل في زيت، نقول لا خليه مشوي أو حاجة زي كده. لكن الحاجات اللي بتخلي الكوليسترول عالي زي الجنك فود لابد إن احنا نبعد عنها ضروري جدا. مش هيبان تأثيرها دلوقتي، أنا باكل ما بيحصليش حاجة، مش هيبان تأثيرها دلوقتي، لكن هيبان تأثيرها بعد 5 أو 10 سنين لما يحصل تصلب كامل في الشرايين بتاعت القلب. الحياة وجودك معنا أسعدنا جدا. ربنا يخليك. وننتظره بأسلوبك الرائع جدا. أنا عارف مشغولياتك، لكن أنا بشكرك على قبول الدعوة، بشكرك على أنك أنت كمان صدرت ثقافة رائعة جدا للمجتمع العربي، للشعب العربي كله بيتفرج علينا. الناس بدأت تفهم، وخصوصا يعني أنت بتختار مواضيع مش كلاسيكية، لأن أنت لا تتحدث بشكل جلوبال، وإن كان بسبب العلم وزي ما بيقولوا الطمع العلمي اللي عندنا بنتكلم. على انا اول ما بدات لقيت الانترو الطب القلب رحت شارح انا. ما هو القلب له اتراكشن حتى في البطنه، كان هو البرانش الاول اللي بنشرحه دايما في البطنه، اول برانش اول فرع من ال 13 فرع من 13 كتاب نبدا كارديولوجي. مريض القلب ما تعرفش تشوفه، يعني ما تعرفش تعرف هو يعمل عمليه من هنا يحط الدعامه من هنا، وما تعرفش تحدده ما بين الناس. لا 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 هنحدده. ضيف العزيز القيمة الأب الكبير الدكتور ياسر الصادق، صاحب دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية من كلية الطب بجامعة عين شمس، مدرس أمراض القلب بكلية الطب وعضو كلية القلب الأمريكية والأوروبية، أحد الخبراء الكبار في عالم علاج صمامات القلب بالقسطرة. ده تخصص جوه التخصص وشيء مهم جدا جدا. وأكيد هسأل ضيف العزيز في المرة القادمة أين يوجد في خريطة العلاجات الطبية العلاج بالقسطرة، كيف تطور في الفترة الماضية من عدد قليل جدا من المتخصصين، كيف عملوا مدرسة داخلية وطوروا وانتشرت هذه الأساليب العلاجية بشكل جيد جدا في المجتمع الطبي المصري. يبقى الشيء اللي أنا عايز أوصيكم بيه، خلي بالكم من قلوبكم واوعى من 3 حاجات، من الخمره والتدخين. الخمره على فكره مضره جدا للقلب، في حاجه اسمها الكحول الكارديوميوباثي. يطلع حد مش عارف، مش مذاكر، مش عارف بطنه خالص، يقول لك الخمره ما بتاثرش. لا، الخمره حبيبي بتاثر على شرايين، او يا صديقتي او يا صديقي بتاثر على شرايين القلب. المخدرات، التدخين والجانك فود، واخر حاجه عايز اخوفكم منها جدا الهم. الهم والنكد والستريس ده خطير جدا فعلا. الهم يميت القلب، دي حقيقه. خليكم مع الدكتور.